هاد الهضره ما تقولش لك البنك، هاد الهضره ما غايقولش لك الاستاذ، هاد الهضره ما غايقولش لك شي واحد قريب منك في عائلتك اللي حتى هو مريض، حتى هو ما كيبانش لي. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو كنديرها ما كنتش غنديرها، انتم كتشوفوا الحاله ديالها على التليفون. علاش؟ كنت دابا في قهوه الاخوان، واحد القهوه هنا في الكارتي ديالنا، جلست واجه عندي واحد السيد، بديت كنهضر انا وياه، هو في الدومين ديال العقار، قال لي راه واحد السيد دار عليك واحد لا فيديو كريتيكا بطريقه بوزيتيف، ماشي كريتيكا بدا كيعاير، لا فيديو اللي درتي على ما تشريش الدار. قال لي واش شفتيها؟ قلت لي لا. قال لي واش عرفتي دخولك؟ قلت لي لا. تما بدينا كنهضروا، وبدا كيقول لي راه كاينين شي ناس كيامنوا بهذه القضيه ديال تشري الدار، شوف كاع الدراري كاع الناس اللي في الدومين ديال العقار عارفين هادشي. انا الاخوان هاد الميساج اللي كنقول ما كنقولوش لكل شيء، وهادشي اللي قلت معاه في هاد الجلسه واللي بغيت نبارطاج ديك لا فيديو اللي درت. بعدا اولا ضربت 2 مليون، الميساج وصل. هبطوا تقراو لي كومونتير، الميساج وصل. مشيو ليوتيوب، الميساج وصل. لمن وصل؟ لواحد الفئه ديال الناس اللي انا كنستهدف الاخوان. راه ما شوف راه ماشي كلشي غيتمزك لداك الميساج، وماشي كلشي مدير ليه داك الميساج، وماشي كلشي غيطبق داكشي اللي كاين في داك الميساج. كاين واحد الفئه ديال الناس الاخوان مفورماطيه، مبروغراميه من صغر هو مفورماطي. راه المدرسه، شوف المدرسه الاخوان كتفورماطي، الاساتذه كيفورماطي، الاصدقاء كيفورماطي، والعائله يعني نتايا داك السوبكونسيون ديالك شارب ومفورماطي من الصغر باش تجي تبدلو لواحد. شوف ماشي انا ماشي الكومبا ديالي الاخوان، من الاخر هادي الهضره ماشي الكومبا ديالي. كاين واحد الاشخاص اللي مختوم على قلبه امبوس، واخا تبقى تهضر معاه حتى للصباح صافي، هو غيمشي يشري دار بكريدي، غيمشي يشري طوموبيل بكريدي، يمشي يكون موظف وغيبقى خدام، وفاش غيكونوا تظاهرات غيخرج. فهمتوا داك البروفيل؟ انا الاخوان ما كنهضرش مع هذا البروفيل، كنهضر مع الناس اللي كيخمموا اللي كيفكروا اللي كياناليزيو، هذاك هما اللي لهم هذا الميساج. حيت ملي بديت كنهضر انا وهاد السيد شنو قلت ليه؟ قلت ليه انا اول واحد خدا دار، وانا اول واحد تصيد في دار. يعني انا ملي كنهضر على هذا الميساج ديال الدار كنهضر على راسي بعدا، انا هو الاول، انا هو الاول واخد الدار. ديك الدار هو الماتش عائلتي، الصحة طبيب كيقول لك خويا هذيك الدار اش بقاو فيها؟ غتوليو في المشاكل، حساسية ديال لي زكارين ديال قراديات كاينة في ديك الدار. يعني إلا بقيتي فيها راه باين الريزولتا، وديك الدار مشرية ماشي بكريدي، يلاه اش غدير؟ وتخيل كون كانت بالكريدي، كون كانت تمشي عند البنك تقول لهم لا راه كاينة الحساسية، ولادي فيهم الحساسية، اللي الطبيب تحول عافاكم هذيك الكريدي، شوفوا كي ديروا ديوني لدار أخرى، ما لا عقلوا عليك. كنهضر على هاد ليكسبيريونس، كنهضر على الفيك، كنهضر على شي حاجه عشتها، كنهضر على الحريه الاخو، كنهضر على الحريه، بغض النظر على الارقام، بغض النظر على الدار حتى اصلا ضايع فيها، بغض النظر على ذاك الكريدي اللي انت كتخلص فيه وذاك الانتيري اللي كتخلصه هو الاول قبل ما تكمل الخلاص، ما كنهضرش على ذاك الشيء انا كاع، كنهضر بعدا على الحريه الاخو، على الحريه، بغيت نتحول، جا عندك طبيب قال لك خويا هذيك الدار ما كتوالمش ولادك اللي انت شاري واللي انت دافع فيها كريدي لمده 25 عام، سنا ولدك تيدير 25 عام. وتكبروا مريض ويكون انت هو السبب ديالو، حيت سمعتي المجتمع وتبعتي داكشي اللي قالوا. انا الاخوان ملي كنهضر مع هاد الناس، ملي كنهضر مع الدراري اللي كيوصلوا هاد الميساج، كنهضر مع دراري عندهم واحد ليسبري داناليز، عندهم واحد ليسبري كريتيك، كياناليزيو وكيقلبوا على الحريه. كيف ما قلت لكم ما كنهضرش مع دوك اللي مبروغرامي ومفورماطي، هذاك ما ندويش معاه، هذاك ما كندويش معاه، وماشي السيب ديالو، ما عرفتش كاع اصلا علاش كيتفرج فيه، حيت ماشي كاع السيب ديالي. كنهضر على المقاوله، كنهضر على الجهد، كنهضر على الميريت، كنهضر على تنوض تقاتل، ما كنهضرش على تبقى ناس، تبقى تشكى، ماشي تبع هذيك الطريق اللي تبعوه 99% ديال الناس، لا الاخوان، انا ما كنهضرش مع الدراري ديال 99%، كنهضر مع 1%، حنا محتاجين 1%، 1% هما اللي كيهزوا الاقتصاد ماشي 99%، 1% هما اللي كيخلصوا على ديك 99% الاخوان. علاش كنقول لك هذا الميساج ماشي لكلشي؟ الميساج ماشي لكلشي الاخوان، حيت حنا كابرين في واحد المجتمع مفورماطي. ما تمشي عند واحد المراه كبيره كتمشي للموسم كدي دروس كحل، وكتمشي تذبحوا وكتشد الصف وكتسافر، وكل عيد وكل ما عرفت شناهو كتمشي لتما، تجي تقول لها الحاج هذاك الشيء راه شرك، تقول لك والتسيير اش كتعرف؟ تقول لك هذاك راه الحاج كيعطينا البركه ديالو وكيدير لينا، وما تدويش معاه كاع انت كاع، حيت ما غاداش تسمع ليك وما غاداش تمزك ليك. دونك انا ملي كنهضر على الاخوان كنعطي لي ميساج على المقاوله، ملي كنعطي لي ميساج على ما تشريش دار، كنعطي دي ميساج بالفيكو ديالي، بالاكسبيريونس ديالي، بالرؤيه ديالي، وبالاكسبيريونس ديال الناس اللي واصلين. انا كنامن بواحد القضيه بسيطه، بغيت انا نوصل لواحد الريزولت معين في الحياه، بغيت يولي عندي لي زابط، بغيت يولي عندي البيك والتورسو والترابيز،
غنمشي عند واحد الشخص اللي واصل لهذا الريزولت نقول له خويا قول لي كي درتي. غنمشيش عند واحد اللي باقي ما وصلش لذاك الريزولت ولا غليظ ولا اوبي نقول لك درتي ما يمكنش درت التسطيه راه الحماق. دونك الناس اللي وصلوا لهذا الريزولت الاخوان واللي في العقار واللي في الدومين ديال البيزنس واللي تجار واللي كبار واللي واصلين يقول خويا ما تشريش دار بكريدي سدينا ويقول لك ما تشريش دار سدينا انا كنهضر مع التجار. هاد لاباج اللي كتهضر فيها سميتها المقاول. لا باز الروح ديالها والمقاوله والبيزنس هو متحرك. دونك الاخوان ميساج ما نديروش كلشي. جلست مع هاد السيد دابا وقال لي راه كاينين واحد الناس راه عرفت كاينين الناس غيبغي يدفع كريدي كاينين الناس غيبغي يكون موظف كاينين الناس غيبغيو يكون عندهم باترون كاينين الناس اللي لا كاينين الناس اللي لا كاينين الناس اللي باغيين يكونوا احرار. خويا انا ما بغيتش انا نكون خدام عند البنكه ولا خدام عند فلان ولا نكون كنديبوندي فلان ولا غيجري عليا فركلان. كاينين الناس اللي لا كيف ما تحترم الناس اللي اختاروا يقولوا اه خاص تحترم الناس اللي اختاروا يقولوا لا. وهذا اختيار ديال الديمقراطيه وديال الحياه ديال الفري ماركت وهذا هو كابيتاليزم الراسماليه. دونك الاخوان انا كنقولها وكنعاودها 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 الدار اكبر غلط تقدر ديرو في حياتك سورتو الا كنتي بادي. الدار فين كتسكن الدار فين كتسكن استثمار الاخوان والعقار ماشي غير هو فين كتسكن. العقار فيه بزاف ديال الانواع بزاف ديال الانواع من لي تيران اغريكول حتى للديبوات حتى لي ماغازان حتى ما عرفت شناهو. فيه بزاف ديال الانواع الاخو بزاف كاين اشخاص عندهم كاري فين ساكن. هذا دري بلا ما نذكر الاسم ديالو فيداز معايا في بودكاست كاري فين ساكن كاري 4 ولا 5 استوديوهات في نفس العماره داير لهم اير بي ان كيدخلوا ليه واحد 30 40 الف درهم في الشهر ديال اير بي ان. هذا هو كاري فين ساكن وهذوك استوديوهات شاريهم راه كيملك راه هو كيملك كما صرحت لكم في ديك لا فيديو اخرى راه بجوج كيملكوها واحد عنده الخصوم والاخر عنده الاصول. هادشي الاخوان كلشي كيقول هاد الهضره ما تقولهاش لك البنك هاد الهضره ما غايقولهاش لك الاستاذ هاد الهضره ما يقولهاش لك شي واحد قريب منك في عائلتك اللي تا هو مريض حتى هو ما كيبانش ليه هو غارق خدام على من على التريطه ديالو. والله يحسن العوان الاخوان ممكن جوجو حتى شي واحد وكلشي حر يدير اللي بغى. دونك هاد الميساج كنقوله وكنعاود نقوله ما نديروش لكلشي ديروا للدراري زونتربرونور ديروا للدراري احرار ديروا للدراري الفري تينكرز اللي كيفكروا هادو هما اللي كنسيب لي. جوج المليون ديال البشر شافوا الفيديو الحمد لله وحق الله العلي العظيم الاخوان داخل لاصال ديالي هنايا في كازا لقيت ليه الفيديو واحد السيد كيتريني معايا في لاصال ميسور مقاول هذا مقاول وناجح وعندو لي كوميرسي وخدام جا عندي وحق الله العلي العظيم قال لي خويا عزيز شفت ديك الفيديو ديالك نداء مت نداء قال لي وحق الرب الاله قال لي كنت غادي ديك النهار ناخذ الدار قال لي البنكي كيصدعني مع كيشوف الموفمون مع البنكه كتشوف الكونت ديالك لا فيه كيتحرك مزيان او عيطوا لك خويا واش بغيتي كريدي خويا واش بغيتي كونسوماسيون خويا واش بغيتي تسافر خويا واش بغيتي تمشي للعمره خويا واش بغيتي عيطوا لي قالوا لي دار هو ما كنشاريش وبدا ضرب حساب قال شحال تجيني دار طن 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 شحال كندخل قال لي والله الا كنت غادي وانا نشوف الفيديو ديالك وانا نستوب هذا هو الربح بالنسبه لي هذا هو الربح على الدراري هادو اللي غادي تعطيه وغادي اناليزي وغياخذ قرار راسه ولكن تعطيه الداتا ماشي تعطيه غير الهضرة ديال المجتمع والهضرة ديال الوالدين والهضرة ديال الأبناك والهضرة ديال التلفازة والهضرة ديال المدارس وما تعطيش الفاس الهضرة الأخرى المقابلة هذه هي الهضرة المقابلة الإخوان ديال داكشي. دونك هاد الهضرة اللي كنقول أنا مآمن بها مليار ألف في المية مآمن بها 100% اللي بغى يديباطي معايا الإخوان كل احترام أنا شوف أي واحد علاش داير أنا القناة وعلاش كنبقى ندير مواضيع بعد خطرات مستفزة وعلاش كنعطيكم الأسئلة وعلاش كندير دي بودكاست فيهم لي ديبا علاش باش نفكروا الاخوان راه مزيان النقاش مزيان ما كنبغيش لا سد لا انا اللي عندي الحق لا انت نقدر نكون هادشي كامل اللي كنقول غلط ولكن دابري ليكسبيريونس ديالي دابري الفيكو ديالي دابري العيشه ديالي انا هادشي مآمن به مليار في الالف في المية اكبر غلط تقدر ديرو هو انك تنوض وتبقى خدام على البنكه وتشري دار اللي فين غادي تسكن بالكريدي انا هادشي مآمن به الاخوان. الا شي واحد عنده اي ارغومون نبغي نجلس مع بنادم الاخوان كاين واحد السيد سميتو ذاكرنيك الاخوان كيجلس مع الباكستان والهندوس وهذوك اللي كيامنوا ماشي باكستان الاسيويين اللي كيامنوا بالبوذا كيقول لهم شوف كيقول لهم انا مسلم ياك انا مسلم شنو هو الغرض ديالي ومشي للجنه هذا هو الغرض ديالي صافي هذا هو الغرض ديالي الا انت داكشي اللي كتعرف غادي يصيفطني للجنه وريني اخويا داكشي ديالك انا دابا نخلي الاسلام قنعني وهذا هو الديبال يا هو الديما ماشي لا انت ما عندكش حق لا انا عندي الحق لا انا واه داكشي تخربيق الاخوان حنا كبار على هادشي.
الناس اللي كيشوفوا مخصومي اناليزي. انا الاخوان متاكد ومتيقن من راسي 1000% ان هادشي اللي كنقول هو الحق، وهادشي اللي كنقول هو المعقول، وهادشي اللي كنقول الناس اللي كيفكروا بحالي هو اللي خدام ليهم. انت هادشي عشتو، ماشي سامع به، ماشي قالوه ليا، عشتو ومازال كنعيشو الى يومنا هذا. وهاد الشهر نقدر نتحول عاوتاني انا من داري اللي انا فيها. ومن الكوفيد دابا تحولتي 5 تحويلات الاخوان، 5 المرات. المره الاولى علاش تحولنا؟ المره الاولى سيدي من مور هذيك ديال لابارتمون تحولت منها اللي فيها الحساسيه، جيت للبلاصه الجيران، الجيران الفوق صداع صداع وبدون احترام، كتهضر معاهم ما بغاوش يسمعوا. تحولنا المره الثانيه مشينا لواحد لا ريزيدونس، ديك لا ريزيدونس مسدوده في النواحي كازا، وكانوا فيها السيكوريتي، دايرين فيها السيكوريتي حاضرين. حنا فاش دخلنا كانت السانديك والسيكوريتي، ما دخلنا ليها وهادشي راه كاري. فاش دخلنا ليها شنو طرا؟ داك السيكوريتي والسانديك ضاربوا السكان، ضاربوا بيناتهم، السانديك مشى، حيدوا السيكوريتي ما بقاش الامان. هما ديور فهمتي فيهم جريدات صغار، يقدر شي واحد ينقز يدخل، يعني ما بقاش الامان، ما يمكنش تخلي داركم تما. مشينا عاوتاني تحولنا، تحولنا لواحد البلاصه اخرى، مشكل ديال لابوليسيون ديال ما اختاريناش مزيان، شفنا الداخل ما شفناش برا. عاودنا تحولنا. يعني الاخوان هادشي انا كنقول لكم فيكو ديالي، فيكو ديالي. انت يلاه بادي في الحياه ما تونكاجيش راسك في الخصوم، اونكاجي راسك في الاصول. شوف شي حاجه اللي غتدخل لك فلوس، شوف شي حاجه اللي غتدخل لك فلوس. احسن حاجه هي بيزنس. ما قدرتيش دير بيزنس، شري عقار اللي غيدخل لك الكرا، تفورم على كيفاش كيتشراو العقارات. سير شري عقار كوميرسيال، عرف امتى تشريه، فين تشريه، ولمن تكريه، صافي. وانتايا عندك اصول، ما عندكش خصوم، وسير انت كري فين كتعيش. هاد الهضره الاخوان راه كيما قلت لكم لهذوك الناس اللي غيتقبلوها واللي غتوصل لهم واللي غيفهموها. موضوع طويل اللي دراب بودكاست، انا دابا كنشوف انا 13 دقيقه ولا ما شحال. هذا بودكاست انا نبغي الاخوان ديباطي، نبغي نديباطي. كنت درت بودكاست مع الاخ مصعب، دابا دار شي 740 الف في يوتيوب، ديباطينا على الدين. كان واحد الشخص كيقول عنده راي على الدين، كيقول لي الدين انا بالنسبه لي يوزلس، فهمتي علاش غنصلي، علاش هادي، وديباطينا. عزيز علي انا الديبا الاخوان بالاحترام. دابا واحد اخر يجي يقول لي انا بالنسبه لي خصني نشري دار، ديباطي معاه ما عنديش مشكله الاخوان. واحد اخر غيجي غيقول لي انا ملحد، ديباطي معاه ما عنديش مشكله. واحد اخر يجي يقول لي خويا انا ضد الرياضه، ضد ديبا، ما عنديش مشكله الاخوان. ما هضرت بزاف، وان شوط الاخوان، هذه فيديو من القلب ليكم، كنقولها وكنعاود نقولها وكنعاود نقولها. انا بالنسبه لي الاخوان اكبر غلط تقدر ترتكب هو انك تونجاجا كريدي في دار مده 25 عام. تهلا.